قادمهم الصهاينة المتطرفين، فقتل في هذه العملية 62 من الفلسطينيين وجرح 1600. عملية ضخمة جدا، وظلت المصادمات بين الطرفين في هذه الانتفاضات وهذه الثورات، وظلت حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي يقودون العمل الجهادي ضد إسرائيل. بينما هذا يجري كانت السلطة الفلسطينية تتوسع في الاعتقالات، حتى أنه في بداية عام 97 أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن هناك 1600 معتقل فلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية، من بينهم 700 بدون تهم وبدون محاكمات، ومات منهم أكثر من 20 تحت التعذيب. هذا هو العدل الفلسطيني، هذا هو العدل، عدل عرفات في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد. بينما في أمريكا اضطرت السلطات الأمريكية لإطلاق سراح موسى أبو مرزوق في شهر 5/97 بعد أن عجز القضاء الأمريكي عن إثبات التهمة عليه وعجزوا عن إدانته، لكن بعد أن ظل في السجن لحوالي 2. وخلال هذه الفترة كانت حماس قد اختارت الأخ خالد مشعل، وخالد مشعل كان عندنا في الكويت وهو من خريجي الكويت حفظه الله تعالى، فاختاروه رئيسا للمكتب السياسي لحماس. فلما أطلق موسى أبو مرزوق رجع إلى المكتب السياسي كنائب لخالد مشعل الذي كان قد بدأ يدير الأمور في ذلك الوقت. في هذه الفترة كانت الدول العربية والشعوب الإسلامية متحمسة للانتفاضة ومتحمسة للعمليات الجهادية، وتبرعات كبيرة تأتي إلى فلسطين، طبعا كثير من التبرعات من السعودية ومن الكويت ومن دول الخليج بالذات، من الجهات الرسمية من الحكومات ومن الشعب، وكانت هذه تذهب بعضها يذهب إلى الشعب مباشرة، لكن التبرعات الرسمية كانت تذهب إلى السلطة الفلسطينية الرسمية. فاكتشف في شهر 5/97 على يد لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، اكتشف سرقة 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، والميزانية كلها 1500، فيكتشف 326 مليون مسروقة من ميزانية السلطة. فقام المجلس بحجب الثقة عن حكومة عرفات، وصرح محمد جهار وهو من كبار قادة فتح أن عرفات يحيط نفسه بشلة من اللصوص والمبتذين. هذا قرار من؟ قرار المجلس الوطني التابع لعرفات. فهكذا كانت الأوضاع والفساد الإداري والمالي والخيانة العظمى التي تمارسها السلطة الفلسطينية تجاه قضية فلسطين. بينما الفلسطينيون مشغولون ببعضهم للأسف، كانت إسرائيل ترتب نفسها للقضاء على المجاهدين الفلسطينيين، وتجرأت حتى قامت في 25/9/97 قامت المخابرات الإسرائيلية الموساد بمحاولة اغتيال خالد مشعل رئيس حماس، رئيس المكتب السياسي لحماس، وجرت هذه العملية بكل جرأة في عمان في الأردن، ليست في فلسطين جرت هذه المسألة، مما أشعل غضب الحكومة الأردنية. وكانت العملية برش نوع من الغاز السام على خالد مشعل فسقط ولم يمت وكان في المستشفى الأردني، فاتصل الملك حسين بالحكومة اليهودية، إذا مات خالد مشعل سنقطع العلاقات مع إسرائيل، كيف تتجرؤون تعملون عملية على أرضنا وإذا لم تأتونا بالمضاد الحيوي لهذا الغاز السام؟ ومات خالد مشعل فهي نهاية العلاقة بين الأردن وإسرائيل. إسرائيل طبعا حريصة على بقاء العلاقات السلمية وتريد أن تكون عملية السلام تشمل كل المنطقة، ففورا أرسلت مجموعة من الضباط اليهود ومعهم فعلا المضاد الحيوي، وأعطي لخالد مشعل ونجا من الموت المحقق حفظه الله تعالى. وظلت الأردن في انزعاجها على هذا الذي حدث، وطالبت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين كإثبات حسنية
لعدم تكرار مثل هذه العمليات. وفعلا قامت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين. هذا هو سر إطلاق الشيخ أحمد ياسين من السجن، بينما كان كما ذكرنا قد حكم عليه بالحكم المؤبد. ورب ضارة نافعة، وبرز خالد مشعل حفظه الله كبطل، وظلت وسائل الإعلام العربية والعالمية تلقاه وتحاوره، فأخذ يعبر عن وجهة النظر الإسلامية للقضية الفلسطينية ووجهة نظر حماس بكل قوة، والتف الناس حول حماس التي ظلت صامدة بعد أن خارت السلطة الفلسطينية وخانت القضية الفلسطينية. كل هذا يجري واليهود يدنسون الأقصى، متطرف يهودي يقذف رأس خنزير ملفوف بآيات القرآن الكريم يقذفه على المسجد الأقصى. هكذا كان وضع اليهود بينما السلطة تحمي اليهود من الفلسطينيين. وجاء عام 98 وبدأت عمليات استشهادية جريئة جدا باستعمال تقنيات حديثة بالريموت، تفجيرات في إسرائيل ضد المستعمرين في الشمال، في القدس، في تل أبيب، في كل مكان. وبدأت إسرائيل تتزعزع أمام هذه الضربات، وبدأت تلجأ إلى أمريكا. وفعلا تم في أمريكا في شهر 10/98 اتفاق وادي بلانتيشن، الذي هو تنفيذ لاتفاق السلام الذي علقته إسرائيل بسبب عمليات الاستشهاد التي لم تستطع السلطة ضبطها. فرجعت الآن عملية السلام بعد توقف استمر حوالي سنتين، بدأت عملية السلام تنشط من جديد. وجاء عام 99 عملية السلام تنشط، حزب الله ينشط، والحركة الإسلامية في داخل فلسطين تنشط. ثلاث محاور رئيسية، ومحور رابع هو محور نشاط ضخم لليهود في محاولات لاقتحام المسجد الأقصى. وكشفت الشرطة اليهودية عدة مخططات صهيونية لنسف المسجد الأقصى. طبعا اليهود لا يريدون نسف المسجد الأقصى، السلطة لا تريد، لأن هذا سيفجر العالم الإسلامي، ولم يأن الأوان بالنسبة لهم بعد إلى هذا. هم يريدون الانتهاء من ضبط عملية السلام والقضاء على كل مقاومة، ثم يفجر الأقصى لا مانع. أما أن يفجر الأقصى والعمل الجهادي موجود، فهذا سيزعزع عملية السلام ويدعم العمل الجهادي ويفجر العالم الإسلامي كله عليهم. ففي نيتهم تدمير المسجد الأقصى، لكن التوقيت غير مناسب لوجود العمل الجهادي. فعندما جاءت الانتخابات الإسرائيلية لم ينتخب الإسرائيليون نتنياهو، وانتخبوا باراك على أمل أن يأتي هذا القائد العسكري الصهيوني بوسيلة لإيقاف العمل الجهادي. هذا كان في 19/5/99، وفعلا بدأ باراك يتحرك على عدة محاور، ومن هذه المحاور محور الأردن الذي اتفق معها على أن تقوم بإغلاق مكاتب حركة حماس في الأردن. كانت حماس سياسيا مركزها الأردن، عسكريا تنطلق من داخل فلسطين، فكانت من الأردن تحرك الإعلام العالمي وتحرك الدعم العالمي والدعم المالي لحماس الداخل. فكانت ضربة لحماس على يد الأردن. ثم في الشهر 9/99 كانت مذكرة شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية واليهود لتنفيذ اتفاقيات السلام. الآن إسرائيل متحمسة لتطبيق اتفاقيات السلام حتى تتخلص من الضفة وغزة، لكن بشرط أن تقوم السلطة بضبط حماس والجهاد. هم لا يريدون أن يتخلوا عنها إلا إذا استطاع عرفات أن يضبطها. أما يتخلوا عنها وتكون الضفة والقطاع مركز لانطلاق حماس، هم لا يريدون ذلك. فبدأ الضغط السياسي على حماس والضغط